تقولي النهارده بعد فوز النادي الاهلي على غزل المحله بهدفين نظيفين في ملعب غزل المحله في المباراه اللي انتهت من لحظات. مبروك للنادي الاهلي واكدنا الصداره، ويعني فريق كان كويس النهارده وتمام وعمل اداء كويس، واحنا اكدنا الصداره الحمد لله يعني، وان شاء الله يستمر على كده يعني. لما الاهلي بيبقى يعني في مستواه الدوري بيبقى له شكل تاني وطعم تاني، احنا عايزين الفرق كلها تتنافس وتبقى كلها كويسه، ودايما الاهلي دايما يشرفنا ويرفع راسنا كده. عمل مباراه حلوه وربنا كرمه بالثلاث نقط. بدا المباراه بشكل كويس، وكان الشوط الاولاني في ايد النادي الاهلي، وعمل شوط من احسن اشواطه في الدوري لحد دلوقتي، بس الاداء نزل في الشوط الثاني، فهو كان ممكن هو خلص المباراه في الشوط الاولاني، جاب له الهدفين وضيع اكثر من فرصه، والشوط الثاني ما كانش في المستوى اللي احنا عايزينه، بس الحمد لله الماتش خلص وكسبنا وتمام. والله الحمد لله مكسب مهم للاهلي النهارده، كويس يعني بقينا اول الدوري دلوقتي، وان شاء الله بعد كده يبقى احسن. كان من احلى اشواط للاهلي في الدوري السنه دي هو الشوط الاولاني بتاع المحله، وقدر الاهلي اللي هو ياخد الثلاث نقط ويحتل القمه الحمد لله. والله اداء كويس للنادي الاهلي طبعا، وحاجه يعني كويسه في دير الدوري وكده، وان شاء الله الدوري لينا باذن الله. مبروك للاهلاويه والفوز طبعا الخامس الحمد لله، ورب دايما كده في تالق ونجاح يا رب ان شاء الله. الاداء مشرف طبعا، المدرب عامل تشكيلة هايلة، لو كنا دوسنا على نفسنا شوية كنا نقدر نجيب ثلاثة وأربعة، بصمة المدرب واضحة.